ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا النهاردة معانا اللي مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا بفيديوهات عن الرجيم، اسلوب الحياة الصحي، بس الحقيقة اسلوبها جديد وغريب على كتير من الناس. تاكل فطير وبياكلوا بيتزا، تاكل محشي وكل بطاطا هايلة، الله 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 الله. مبدأها الأساسي إنه مفيش حرمان في الرجيم. النهاردة بقى إحنا عاملين لها كمين، حضرنا لها وصفات من العيار التقيل، وقلنا كده نشوف ايه اخبار الكبيبه الغمراوي والبطاطا الحلوه اللي بالبشاميل وشوربه مخلوطه. وعايزين نعرف النهارده من ضيفتنا اللي هتنورنا وتشرفنا في الاستوديو، خبيره التغذيه نهال حافظ، هنعمل ايه مع الاكلات الجامده دي يا دكتور؟ اهلا بيكي. اخيرا، يعني احنا بنشوف البيج بتاعتك لكن ما شفناكيش شخصيا، فانا مبسوطه. اولا اسمحي لي ارحب بيكي الاول، حضرتك نورتيني النهارده وسعيده بوجودك معايا النهارده حقيقي بجد. وفي ناس كتير قاعده بقى مترقبه دكتور نهال جايه، يا نهار ابيض. يعني انت بتقولي لنا خدوا الاناسيليا، ايوه، وكلوا اللي انتوا عايزينه. ده طيب هياكلوا زي ما عايزينه يا دكتور؟ قولي لنا الموضوع ده ياكلوه ازاي. بصي، احنا مبدانا دايما ان احنا بنخلي الناس تعيش على هيلث لايف ستايل او حياه صحيه. أوكي. يعني الدايت بالنسبه لهم مش فتره مؤقته. تمام. انما لو الدايت بقى فتره مؤقته وبقى فيه حرمان وقيود كتير جدا، هتلاقي الناس ماشيه عليه فتره وبعد كده ما قدرتش تكمل. حتى لو خست هتلاقيها رجعت تاكل تاني وبدات تتخن تاني، وهندخل بقى في دايره ايه، ان احنا نمشي شويه على دايت ونخس وبعد كده نرجع ناكل تاني. فالموضوع هيبقى دايره وفي نفس الوقت هتاثر على صحتهم ونفسيتهم. احنا بقى مبدانا ان احنا بنعمل دايت متوازن من غير حرمان، اسلوب حياه صحي يقدروا يكملوا بيه بقيه حياتهم فيخسوا وما يرجعوش في الوزن تاني. هايل. المعادله دي احنا الحمد لله بنحققها. طبعا بيبقى معانا حاجه زي كورس الاناسيليم، هو السر في ان احنا نقدر نتحكم في كمياتنا، ده رقم واحد. رقم اتنين كمان ان الاناسيليم بيقلل، بيخلينا ناكل كل اللي احنا عاوزينه بس بكميات اقل. لان الالياف بتعمل ايه؟ بتنزل في المعده وبتملى جزء كبير جدا من المعده، فبتخلينا نص المعده مليان الياف والنص التاني هو اللي هناكل، فطبعا ده بيقلل الكميات اللي بتدخل جسمنا. تقنين بقى، احنا بنقنن، بيخليه يقنن الكميات. تقدروا تظبطوها بقى مع البيشنت يا دكتور؟ طبعا احنا في اون تارجت فارما دايما مبدانا ان احنا مش فكره كورس او فكره نظام بيمشوا عليه، فكره ازاي اخليهم يبقوا يتقبلوا ده صحي، يعرفوا يعملوا اصلا. عشان كده، ايوه، عشان كده احنا بنعمل محشي بطريقه دايت وبنعمل كل الاكلات اللي احنا بنحبها ومش بنحرمهم من حاجه، حتى الحلويات. عشان كده هم بيقدروا يكملوا، بيحققوا نتائج هايله جدا معانا، وفي نفس الوقت ما بيرجعوش في الوزن تاني. غير ان انا وانا باخد كورس الاناسيليم وبقنن الكميات فبيبقى في عجز سعرات، فبنبدا بقى ناخد من المخزون اللي هو الدهون المتراكمه، فبيبداوا يخسوا ويوصلوا نتيجه ومش محرومين. دايما مريض السمنه مشكلته اصلا ان هو محروم. صحيح. فانا ان انا اخليه مش محروم، ياكل اللي هو عاوزه وياخد الكورس، هو اللي بيتحكم في كميات كورس الاناسيليم، فده بيخليه لا انا عاوز اكمل معاكم، وبيبقى مبسوط وكده فرحان. يعني انا بسال بعض الناس اللي اخذوا الارنسيلين يقولي ايه؟ لا احنا بناكلهم، يعني اكيد مثلا بطلتوا مثلا او قننتوا من المكرونات والرز والنشويات. يقولي لا بناخد، يعني بناكل، بتاكلوا محشي؟ بناكل محشي. انا عامله محشي دايت تحفه على فكره وطعمه ما اتغيرش. هو الفكره ان احنا بنشيل الرز وبنحط رز بني، وفي نفس الوقت بنزود لحمه مفرومه وبنزود الخضره، بنقلل نسبه الرز شويه. وفي نفس الوقت اللي بيبقى واخد كورس الاناسيليم يا جماعه بيبقى مش قادر ياكل، بتلاقيه كل اربع خمس صوابع ويبقى خلاص فل مش قادر اكمل. فهي دي الفكره، ان انا بديله كورس لان هو مريض السمنه ما عندوش اراده، طالما هو جالي يبقى هو مش قادر يبطل اكل، فانا ما ينفعش اقول له امنع 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 امنع، لا انا بديله كورس الاول زي الاناسيليم يتحكم في الكميات ونقلل الكميات تدريجيا عشان نقدر نقول له ايه، طب ايه رايك نغير ده ونعمل ده، طب ايه رايك مثلا نغير مثلا في الوصفه ونعمل كذا. طب هسال بقى سؤالي دكتور، اتكلمينا عن الاناسيليم لاصدقائنا اللي مش عارفين هو عباره عن ايه، وهو معزز بفيتامينز، لازم تقول لنا بقى هي ايه. يعني انتوا دايما بتخلوا بالكم من قصه ان الواحد لما بيعمل دايت وشه بيبان عليه، ده حقيقي، تحت عينه بيبان، الشعر ساعات بيتاثر، ضوافرنا بتتاثر، فبنقدر بقى يعني الجزئيه دي الناس كل الكومنتس او معظمها تقريبا 80% منها قالوا ما تاثرناش بالجزئيه دي واحنا بناخد الكورس. فقول لنا ليه يعني عرفينا برضو الاسباب. تمام. دي تمام. يعني قبل بس ما اقول، انا عاوزه اعمل كده تجربه عمليه للناس ان هم يقدروا يعرفوا احنا ازاي بنقدر نمشي، يعني بنتفرج على الشيفات وازاي نقدر نتفرج على الشيف عظيمه وناكل الاكل ده ونخس.
مبدئيا انا مش عارفه ياكلوا بطاطا ازاي ويخسوا بصراحه. ما هقول لك مبدئيا المنيو بقى بتاع النهارده بتاع حضرتك نبدا بيه. انا دلوقتي النهارده في كبيبه غمراوي وفي بطاطا بالبشاميل. طب انا هعمل ده كله هعمل فيه ايه؟ اول حاجه او في شوربه كمان. اول حاجه احنا هنشرب كوبايه ميه وناخد باكت الاناسيليم قبل الوجبه بنص ساعه او بساعه بالكتير بحيث ان هو يملى نص المعده. النص الثاني طبعا الاكل بتاع حضرتك النهارده تحفه بسم الله ما شاء الله. بس انا عندي كومنت صغير قوي. قولي. اول حاجه انا دايما بنادي بطبق السلطه يبقى في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. ايوه. ليه؟ لان السلطه فيها الياف، فيها فيتامينات، فيها املاح، فيها معادن، فانا هبدا الاول اكلي بطبق السلطه عشان يبقى قيم غذائيه عاليه طبعا. يبقى عليها بقى خل التفاح او خل البلسمي ونرش عليها شويه ثوم كده مفروم وزيت زيتون. حلو الكلام. هي. بعد كده هندخل في الشوربه. الشوربه بتاعت حضرتك النهارده بسم الله ما شاء الله صحيه جدا. اول حاجه فيها بروتينات. العدس فيها خضار، فيها كربوهيدرات، فيها كل اللي احنا محتاجين. تمام. هنشرب نص بوله. تمام. مفيش فيها مشكله. وقبليها طبعا واخده باكت الاناسيليم، فخدت الباكت بتاع الاناسيليم وخدت السلطه وخدت الشوربه. حلو قوي. نبدا بقى في الكوبيبه الغمراوي. لو انا بعمل دايت وماشي على اسلوب صحي او مريض سكر هغير بس يعني جزء كده في المقادير النهارده. يعني انت حضرتك قلتي فيه هنحط كيلو رز وهنحط نص كيلو لحمه احنا مفرومه. احنا حطينا 750 جرام على نص كيلو لحمه، ونقدر نقلل الرز بس دي ترجع لهم. عشان هي إيه الوصفه بقى الاصليه كده. ما هي دي الوصفه، احنا بس هنبدل. أوكي. هنخلي اللحمه أيوة مفرومه اكتر والرز اقل. حلوة. وممكن نبدلها برز بني برضو عشان تبقى ايه صحية. نشويات معقده. فكده احنا هنقلب بس ايه المعادله دي. هاي. حلو كده. وهناخد الكوبيبه. طبعا هكون انا واخد باكت الاناسيليوم وشارب ميه واخد طبق سلطه واخد نص بوله، فهتلاقيني باكل من الكوبيبه كميه صغيره واوريدي معدتي فل مش قادره. فانا كده ما حرمتش نفسي، اتفرجت على الشيف عظيمه وعملت نفس الوصفه بتاعتها وكلتها وانا واخد كورس الاناسيليوم وكله تمام وراضي ومبسوط ومش حاسه بحرمان. حلوه قوي كده. احنا ده المنيو بتاع النهارده. بالنسبه بقى للبطاطا اللي بالبشاميل، لو هزود يعني لو كان الكوبيبه ممكن ياكلها كده، ممكن ياكلها مع ربع رغيف مثلا. بصي احنا ممكن نزود في الكوبيبه احسن ما ناكلها مع العيش. أوكي. وممكن ناخدها ربع رغيف لو قدر. بيحب ياكل مع العيش. لو قدر. طيب. انا ماشي. بقول انا كل ده بقول لو قدر، بس انا متاكده ان هو عند اول واحده مع كرسي الاناسيليم مش هيقدر يكمل. مش هيكمل لانه كل سلطه وكل شوربه واوريدي نص معدته فيها اناسيليم، فالنص الثاني هياخد ايه ولا ايه بقى؟ أوكي. هي دي الفكره بتاعتنا، ان احنا ليه بنقول ناخد الاناسيليم قبليها ونص ساعه او ساعه عشان يعمل فل يملى المعده. نديله وقته يعني يا دكتور. نديله وقته. حلو قوي. نديله وقته ان هو يشتغل عشان ايه؟ لما نيجي ناكل انا عاوز اكل في السفره مع اهلي، مش عاوز احس ان انا باكل من اكل لوحدي وهم من اكل تاني. مش عاوز احس ان انا خارجه مع صحابي مش عارفه حلي. ده مهم جدا. انا عندي فيديو على السوشيال ميديا عن موضوع الحلويات ده، فما اقدرش ان انا امنحهم من حاجه، وخصوصا المريض السن بيبقى عنده مشكله ان هو مش عارف يعيش حياته، مش عارف يلبس لنفسه فيه، حاسس ان هو غير الناس. فانا بحب جدا ان انا في الدايت بتاعي اللي هو هيمشي على او النظام الغذائي او اسلوب الحياه الصحي مع كورس الاناسيليم يكون زيه زي بقيه الناس، ما يحسش ان هو فيه اختلاف. انا بديله كورس زي الاناسيليم يقفل الشهيه معاه مع اكله العادي، ياكل زي ما هو عايز. اكلنا الطبيعي اللي الطبيعي. بس بنقنن في الكميات. حتى الحلويات مش بمنعها منه، بس ناكلها امتى بقى؟ قول لنا بقى يا دكتور، يعني البطاطا دي هناكلها امتى؟ البطاطا اول حاجه البطاطا من الحاجات اللي انا اتكلمت برضو عنها، هي ليها طريقه معينه. اول حاجه البطاطا من الحاجات لازم اسيبها لحد ما تهدى او تبرد. أيوه. ليه بقى؟ لان بتتحول لنشا مقاوم، فالنشا المقاوم ده لما بتيجي تاكليه بيلكم بالبلدي كده. لكن لو خدتها بقى جوسي وسخنه كده ملهلطه هتلاقيها ايه؟ هتلاقيني باكل منها كميات كتير. فرقم واحد لازم اخليها لحد ما تهدى. رقم اتنين انا خدت كده الشوربه والسلطه والكوبيبه الغمراوي، وخدنا كمان الكورس الاناسيليم او باكت الاناسيليم قبل الغداء. اوكي. البطاطا هناخدها بعد الغداء بنص ساعه او بساعه بالكتير. كويس. ليه بقى؟ اول حاجه انا هبقى فل، فهاخد منها كميه قد كف الايد مش هقدر اكملها. فانا كده كلت ومحرمتش نفسي ومبسوطه وراضيه ومفيش وحليت ومش محرومه. كويس. تاني حاجه، لان في حاجه اسمها الميكس ميل اللي هو البطاطا من الحاجات اللي مؤشرها السكري عالي. والاكل اللي احنا اكلناه المؤشر السكري بتاعه قليل، فلما نخلطهم مع بعض
يطلع مؤشر سكري يعمل متوسط، بالانس كده حلو، يعمل بالانس فيعلي سكر الدم تدريجيا، فمش هيخليني احس بالجوع وهيخليني شبعانه لاكتر فتره ممكنه، وكمان مش هيزود فرص تخزين الدهون، وده مهم جدا جدا جدا، وهيحافظ على معدات الحرق. فالحلويات هناكلها بس بعد الاكل بنص ساعه او ساعه، بحيث ان يبقى في حاجه اسمها ميكس ميل، وفي نفس الوقت اكون انا اصلا شبعانه، فهتلاقيني كلت كميه صغيره ومش قادره اكمل. هو الانسولين يقعد فتره قد ايه دكتور من اول ما اخده، لو قبل الغداء دي الوجبه الرئيسيه لحد مثلا وقت قد ايه قبل العشاء؟ بصي لحد 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات بس. والناس اللي عندها شراهه في الاكل ما هي اقصى شراها. وقت هي بياخد دي بقى النقطه اللي انا جايه اتكلم فيها. احنا في ناس بتقول لنا انتوا عندكم كورسات كتير جدا. ايوه. انا ايه اللي ينفعني من كورس الانسيليم؟ كورس الانسيليم في منه يعني منتجات كتير جدا في الكورس. انا هتكلم عن اشهر حاجتين عندنا. اوكي. انا عندي نوعين من مريض السمنه. عندي او ثلاث انواع. عندي اطفال وامراض مزمنه. عندي شراهه في الاكل، اوفر ويت فوق ال 100 كيلو. عندي حد يعني بين البنين ما عندهوش الشراهه الفظيعه بس عنده مشكله في الحرق. كويس. تمام؟ احنا كده قسمناهم، اللي اطفال وعندهم امراض مزمنه هياخدوا كورس الانسيليم العادي اللي هو بيبقى فيه باكت او باكتين او ثلاث باكتات انسيليم على حسب الحال. كويس. ده بيبقى فيه الياف انسيليم، بيبقى فيه سكر دايت اللي هو السيسل عشان لو بحب المشروبات، بيبقى فيه اعشاب المورينجا عشان تقوي المناعه وعشان الامساك. اوكي. ده كورس الانسيليم بتاع الاطفال وبتاع الامراض المزمنه، اللي هو كورس الانسيليم العادي اللي بيبقى عباره عن الالياف باكتات انسيليم، عباره عن سكر دايسيسل، عباره عن ايه؟ عن اعشاب المورينج. طب انا واحده اوفر ويت وجربت منتجات كتير وما عنديش اي مشاكل صحيه، وجربت بقى عندي اكسبيرينس في الدايت عاليه جدا، هياخد كورس انسيليم مكثف. تمام. كورس الانسيليم المكثف عباره عن الياف انسيليم وعن كبسولات انسيليم. تمام. الكبسول بتتاخدها بعد الفطار والالياف قبل الغداء، بيبقى معاهم سكر دايت برضو، او ممكن لو مش حابب السكر الدايت رغم ان السكر ليه مميزات كتير قوي ممكن ناخد اعشاب. هو بيبقى مفيد اكتر للناس اللي بتاخد معالق سكر كتير يا دكتور. ده حقيقي. لانه تحليته بتبقى قويه، فبيحس ان هو مش محتاج ياخد كتير. هو ده الحقيقه. هو ده يعني حقيقي، بيبقى مفيد ليهم قوي بجد. ده حقيقي يعني، انا انصحهم بحقيقي. ده حقيقي جدا جدا، وانا من الناس اللي بستخدمه على فكره. طب انا عندي حد بقى عنده مشكله في الحرق، هياخد برضو كورس انسيليم مكثف، بس ممكن هيبقى معاه ممكن الياف وسلاك، او ممكن الياف وبرده كبسولات. اوكي. فاحنا السلاك ده فيه ال كرانتين عشان يعلي معدل الحرق وبيحل مشكله ثبات الوزن. يبقى انا عندي ثلاث انواع بشتغل عليهم. حلو. اطفال وامراض مزمنه، كورس انسيليم عادي، الياف وسكر ومورينج. عندي شراهه في الاكل، جربت منتجات تخسيس كتير ما عنديش مشاكل صحيه، يبقى كورس الانسيليم المكثف كبسولات والياف. عندي مشكله في الحرق، يبقى الياف وكبسولات او الياف وال كرانتين. حلو قوي. طب دكتور معلش سؤال اخير بقى في اخر كورس اللي قلتي عليه بخصوص الناس اللي عندها مشاكل في الحرق، حتى لو هم شايلين الغده وبياخدوا علاج للغده هيحرقوا. أيوة. هينزلوا في الوزن. على فكره عندي ناس كتير جدا كان عندها مشاكل في الغده والحمد لله نزلت بفضل ربنا. احنا هنتكلم بقى عن البدايه هتبقى ازاي، بس اسمحي لنا احنا معانا تليفون معانا. استاذه مها، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك استاذه مها؟ الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم. اهلا. منوريني الشاشه والله. نورك. الله يسعدك يا فندم، اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا استعملت الكورس الانسيليم الحمد لله، جيت عليه ونزلت حوالي 35 كيلو. بسم الله ما شاء الله. كنت 100 وبعدين وصلت دلوقتي لغايه 72. ما شاء الله. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 62 سنه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على حضرتك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عندي 62 سنه والحمد لله، يعني عندي القدره ان انا اعمل رجيم جامد وقاسي، لان جيت في فتره كبيره قوي ان انا ما كنتش بقدر اتحرك كتير ولا امشي ولا بتاع، فاتعاملت طبعا معاه. وبصراحة أنا بشكر اللي اتعاملت معايا دكتورة نانسي. ما شاء الله على دكتور نانسي. كانت بتتعامل معايا دكتورة شاطرة جدا. وبشكر برضو دكتورة نهال حافظ. ميرسي يا حبيبتي. صراحة حبيبتي. وفي نفس الوقت حتى الكورس اللي أنا كنت باخده حتى لما بطلبه قبليها بيوم بلاقيه عندي في نفس اليوم. أنت منين يا أستاذة مها؟ نعم، أنا من القاهرة. من القاهرة. أوكي. أيوه.
تمام. فالحمد لله يعني بصراحة أنا سعيدة جدا وما زلت هكمل لغاية ما أوصل للوزن المثالي. طب عندك أي مشاكل صحية لا قدر الله؟ لا الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. كنت واخدة أنهي كورس بقى؟ الأنسولين. تمام. كان في إيه؟ عبارة عن إيه؟ كان في عبارة عن اللي هي الأعشاب والكبسولات، والحمد تمام. لله يعني وماشية عليه كويس جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يديم عليكي تكملي نعمة فعلا. معانا. وبشكر دكتور نانسي جدا جدا على المتابعة. 100 كيلو خست، هنتكلم، ده انا عايزه اتكلم معاك على المتابعه دي، مهمه عشان الكومنتس دي مهمه بالنسبه لي انا. خست 35 كيلو كده ما شاء الله، يعني رقم، وعلى رقم السن كبير طبعا، يعني ربنا يديها الصحه والعافيه. 62 سنه، حاجه وخدت هايله. الكورس اللي فيه الكورس المكثف عشان ما عندهاش امراض مزمنه، مزمنه. فادينا لها الكورس المكثف اللي هو الياف وكبسولات. طيب اسمحي لنا بقى يا دكتور قبل ما نستكمل حديثنا نعرض الصفحات والتليفونات الخاصه بالتواصل مع الشركه، يعني علشان بس ايه اصدقائنا لو لسه داخلين حالا، ما نستكمل مع بعض بعد اذنك. يا ريت تعرفينا بقى دي الصفحه الرئيسيه. الرئيسيه صفحه اون تارجت فارما. ايوه. عندنا كمان صفحتي على الفيسبوك نيهال حافظ. ايوه. وعندي كمان على الانستجرام اون تارجت فارما. وعندي انستجرام نيهال حافظ. دي الصفحه برضو الشخصيه بتاعت حضرتك. غير الارقام اللي بتظهر على الشاشه، وممكن كمان على الواتسابات بتاعه الارقام اللي بتظهر على الشاشه. وعاوزه اقول حاجه، هي استاذه مها قالت ان الكورس بيوصل لها في نفس اليوم عشان هي في القاهره، مفيش تاخير. احنا بنوصل من اول اسكندريه لحد الصعيد، الحمد لله عندنا الشحن مجانا لكل عملاء الشيف عظيمه. تسلمي. يعني احنا بنحب دايما نهادي الناس، فاحنا عندنا الشحن مجانا. حاجه كمان ان ما بيتاخرش، في خلال يومين ثلاثه لو محافظه بعيده شويه ماكسيمم. بيوصل في القاهره ممكن نفس اليوم او تاني يوم، برده ما بيتاخرش. حاجه كمان عاوزه اقول بالنسبه للمتابعه، طبعا بشكر دكتور نانسي جدا على متابعه استاذه مها. ان هي عندها 62 سنه، ممكن يبقى الحرقه عندها مش احسن حاجه، حركتها مش احسن حاجه. بقول للناس العمر مش عائق خالص، لازم تخسي، لازم توصلي اللي انت عاوزاه. الخسسان حلو، مش بس عشان شكل وعشان البس نفسي فيه، صحه يا دكتور، عشان حافظ على صحتنا وعظمنا. احنا اغلى حاجه في حياتنا صحتنا. صحيح. احنا كبني ادمين او كاشخاص لازم نحافظ على نفسنا، فعشان احافظ على نفسي لازم اخلي بالي كويس جدا من الاكل اللي انا باكله. طيب انا عايزه اسال بقى حضرتك دلوقتي، انا هو جيت وعايزه اتواصل مع ارقامكم اون تارجت فارما، واتصلت على الرقم وساي انتوا تواصلتوا على الواتساب، اول رساله بتجيلي ايه؟ بتبدا المتابعه ازاي؟ عرفيني كده. بص، المتابعه عندنا اول حاجه طبعا لازم نعرف الوزن، لازم نعرف الطول، لازم نعرف السن، لازم نعرف عندنا مشاكل صحيه ولا لا. يعني اول سؤال حضرتك بتساليه بتعرفي عن الحاله كل التفاصيل. لازم وزن، طول، سن، مشاكل صحيه، استخدمنا منتجات تخسيس قبل كده، الميديكال هيستوري بتاعنا ايه. أوكي. عندنا اكسبيرينس في الدايت، لان دي بتفرق جدا. في ناس كتير قوي بتجيلنا بتكون يعني مشيت على انظمه غذائيه كتير قوي، مشيت على كورسات كتير جدا، فقدت سوائل كتير قوي، فقدت كمان مش سوائل، فقدت كمان كتله عضليه. فهي بتبقى عندها سوء تغذيه، بتبقى عندها مشاكل صحيه، فلازم ان انا اشوف الحاله دي لازم اتعامل معاها ازاي، لازم النظام الغذائي بتاعها يكون عامل ازاي، لازم كمان اعرف هتعامل معاها نفسيا ازاي، ان هي نفسيا من جواها مش مقتنعه باي حاجه. مش مقتنعه ان في منتج هيخسس او كورس هيخسس زي الاناسيليا، مش مقتنعه اصلا ان في نظام غذائي هيجيب معاه، لانها اتضررت قبل كده. اتضررت مش لازم على فكره صحيا، هو الموضوع كمان نفسي. لما انا اكون ما وصلتش اللي هي عايزاه يا دكتور، بس لما انا اكون دافعه فلوس تمام عشان اوصل لحاجه معينه، او رايحه لدكتور عشان اخس بطريقه معينه، والاقي نفسي ما خستش نفسيا بعيدا عن الفلوس. بقى انا متضايقه ان انا صرفت فلوس وما استفدتش منها، هو نفسيا متضايقه ما وصلتش اللي انا عاوزاه. انا ممكن ادفع فلوس بس اوصل اللي انا عايزاه اتبسط. بس أيوة هي دي الفكره. فاحنا في اون تارجت فارما الحمد لله بنخلي الناس تمشي على اسلوب حياه صحي، بنعلم ازاي الناس ازاي تخس بصحه. حلو ده يا دكتور، انا بحييكي والله يا دكتور. اولا انا عارفه ان يعني دكتوره نيهان حافظ حضرتك اللي بترشحي الحالات للدكاتره وتخصصاتهم، وعاملين اكتر من تخصص، فدي حاجه بجد يعني شابو للشركه حقيقي، حاجه محترمه جدا. واسمحي لنا برضو هنعرض مره تانية عشان وقتنا صفحاتك، قولي لنا طريقه او طرق التواصل معاكم من خلال طرق التواصل الصفحات. من خلال صفحه اون تارجت فارما، او من خلال صفحتي على الفيسبوك نيهال حافظ. أوكي. او من خلال انستجرام اون تارجت فارما،
او من خلال انستجرام نيهال حافظ، ممكن من خلال ارقام بتظهر على الشاشه، ممكن من خلال الواتسابات بتاعه الارقام بتظهر على الشاشه. انتوا بتوصلوا بره مصر؟ لحد دلوقتي لا، احنا كل محافظات مصر بنوصل لها. طب عشان جالي اسئله بس على صفحتي على الخاص عشان ابقى رديت على اصدقائي، عشان كنت هنسى والله، ما تزعلوش مني. يعني في قريب هيبقى فيه ممكن شحن بره مصر، صح كده؟ طيب عشان لينا اصدقاء بقى عايزين. اوكي يا دكتور، طبعا انا يعني اسمحي لي ان انا اشكرك بوجودك معايا. ميرسي. والمعلومه مبسطه وجميله، واتمنى من كل متابعينا الكرام اللي عنده مشكله يجرب. يعني احنا في الاخر ان شاء الله ان شاء الله مع اناسيليم توصلوا للي انتم عاوزينه ان شاء الله. واسمحوا لي اشكر ضيفتي طبعا اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور نيهال حافظ خبيره التغذيه، ونورتيني وشرفتيني يا دكتور. الى لقاءات ثانيه مع بعض باذن الله. وطبعا بشكر شكر خاص كل متابعينا الكرام، كل من يشاهدنا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اشوفكم على الف خير، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم بصحه وسعاده دايما يا رب، والسلام عليكم.